جود نايت، صباح الخير، سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف اموركم؟ كل شيء تمام؟ كل شيء مزيان؟ كيف دايرين مع رمضان والصيام وكل شيء؟ ما مهم، ما نعملش لكم، راه هو ماشي سابع شميش الجو وشميش السهد والجو سخون هاد الايام. وحنا صراحه مول في كنفطروا في التراس هاد العام ما درناش، قالوا لي غيكون البرد في الليل اولا في المغرب كيكون شويه البرد، فما درناش. فشميشه زوينه، ما قراتش نفطروا اليوم تما، ولكن خاصني نطلع الطبلة من المجازة ونطلع الكراسة وتصو، خاصني دابا نديرها نطلعهم في الليل ونضربها لهم بواحد الحكاوة وقعدهم في الليل باش الصباح يكونوا واجدين صايمة وتبقي طالعة نازلة من الدروج. اي كانت وصافي البنات، هانتوما معايا في روتيني جديد. شنو غنوجدو اليوم في الكوزينة؟ شنو غيكون في الفطور؟ هانتوما غنشاركو معاكم بحالي بحالكم، باقا ما عرفتش غندخل الكوزينة ونقولكم شنو كاين. ويلا خليكم معايا في روتين جديد في المطبخ. شحال هادي ما طلعتو تحت، تعرفتو انا اليوم الاولى، ماشي انا اليوم الاولى حتى دابا صراحه، بالماس كفي خاسر انا من داك النوم اللي كيفيق الصباح ما حاملش يهضر ما تدريش مع الصباح. الله يستر، الشميشه شحال زوينه، كاش بقى قاسه الناس فيها مازال كنفيق الصباح داك النوم اللي ماشي تهضري معاه، ما تهضريش معايا في الصباح. ولكن صعبة دابا نهار الخامس، البارح اليوم السادس، تبارك الله ما شاء الله قرب يكمل الاسبوع. شويه بديت كنولفو حيت كنسهر انا، داكشي علاش كنسهر. وملي كان صباح ناعس الصباح كيفيقو هما، كيبدا الغوات، كيبدا الصداع، سو كيبدا نعاسي مخربق مقرض مهرس، كنفيق خاسره، بمعنى خاسره. يعني انا دنوتيغ ما كنفيقش من داك النوع اللي كيفيق ضاحك ويهضر، خصني تنشرب قهوه مصحصح حتى نقدر نتحدث، عاد نقدر على حسب المود، على حسب عاوتاني الجو وكل شيء. صافي البنات، انا غندوز معكم دابا الكوزينه، دخلنا نشوفوا شنو عندنا، شنو غنقدروا نوجدوا، وغادي نحط لكم مقتطفات قبل نقول لكم شنو يكون عندنا اليوم في المائده ديال الافطار او مائده الفطور ديالنا. وخليكم معايا فرجة ممتعه، ما تنساوش لكم اول مره تشوفوني تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهنا كيف كتشوفوا درت ديجا القرعه اللي غندير في البيتزا، ميني بيتزا درتها تشوح هكا باش تجيني سهله، وندوزوا للفيديو. البنات كيف ما شفتم عندي ربعة القطع ديال الاسوبوكو وثلاثه المخاخ مخيخات. اختي حيت ما كتاكلش المخ فجابت غير انا وماما وبابا، واللحم راه كل واحد عنده ربعه، يعني كل باركيت فيها جوج. هذاك الاسوبوكو راه كيكون اللحم لج في داك العظم من الوسط، ولا كيقولوا ليه اللحم الموز او الموزه. وعندنا شامبينيون، طبعا هادشي اللي غادي نديرو في الفطور ديال اليوم. اول حاجه لقيت ماما جابت هذوك الميني بيتزا، يلا كنت ناويه غنصيبهم، لقيتها جابتهم، فانا درت ديك القرعه عاوتاني تشحر هكا في زيت الزيتون مع شويه فلفل اسود وشويه ملح، وغنجي ناخذ هذوك البيتزات ندير لهم صلصه طماطم ونحطهم بنفس الطريقه اللي حطيت معكم ديك المره. ما غنديرش فيهم طون، قالت لي ماما ديري فيهم طون، قلت لها بلاش لان كاين اللحم وكاين هذا، فدائما حاولوا تعرفوا شنو تاكلوا وشنو ديروا، ماشي بالضروره تخلطوا. بحال دابا البيتزا بالخضر غتجي مزيانه، مع انها كليت منها غير انا. وبقاو دوك ثلاثه غير درتها وصافي، حيت جابتها ماما قلت انا نجرب دوك القطع ديال البيتزا نشوف كي دايرين. انا كنت ناويه صراحه انا غنصيبها، مي سي با غاف، انا جربت هادو وجابت زوينه. صافي هنايا درت لهم صلصه طماطم، غندير لهم هذيك القرعه بديك الطريقه نفسها اللي شفتو معايا ديك المره، موتزاريلا كلشي نفس الطريقه، فلفل احمر باش نهرس ديك الخضوريه، وغندير شويه زيت شويه زيت زيتون شويه الزيتون هذاك المشرمل اللي كنا صايبنا ديك المره غنديرو حتى هو. هانتوما الفيديو شارح نفسه في بي ميني بيتزا، راه كلشي دابا ولا كيعرف يصايب بيتزا، ما كاينلاش نطول عليكم هذه المرحله، خليكم مع الفيديو تشوفوا الشرح وندوزوا المراحل القادمه او المراحل التاليه باش نصوب معكم داك الاسوبوكو. راه الصباح اللي صايبتو معكم زعما فيديو وريتو لكم كيفاش طيبوه بالطريقه اللي حنا كنديروه بالشامبينيون وداكشي، غنعاودها معكم بالنسبه للناس اللي اول مره غيتفرجوا فينا ولا شي حاجه بحال هكذا. هنا بعد ما غنسالي هاد الميني بيتزا غادي ندوز باش نصايب معاكم الاسوبوكو والمخ، نديرو ليه شرموله ونخليو لان باقي الحال. غنديرو دابا هنايا الشرموله المخ اولا التتبيله اللي غنديرو ليها، غنحتاجو واحد هنايا عندنا معلقه ديال الملحه، معلقه ديال القزبر، معلقه ديال الكمون، طبعا كديروا التتبيله اولا القمه على حسب الكميه شحال عندكم ديال المخ، معلقه ديال الزنجبيل. هنا المخ راه تغسل وتحيد له دوك العروق ولا العريقات ولا حتى داكشي مقرف، وباربريكا ولا تحميره معلقه معلقه من كل حاجه، وشويه ديال السودانيه على حسب الذوق.
على حسب الحار اللي كيبغي. اه كيبغي الحار ما درتيش بزاف. غندير الطريق بزاف الطريقه حضر الناس كينجبد. درتي الكركم؟ لا كركم لا. هنايا شويه ديال البزار شفتوا كيف درنا، والثومه طبعا والزيت الزيتون ضروري. زيت الزيتون نيت لانه هو كيشرب. نجيب القرعه اخرى لانه هو كيبغي الزيت باش يطيب فيه وباش ما ينشفش باش يبقى، ولكن باش ما ينشفش لان المخرج معاه فينو هو هاري، ولكن في نفس الوقت خاصو يطيب زيت الزيتون. والثومه جوج دروس تقريبا حتى ثلاثه محكوكين هكذا. هنا عندنا قزبر ومعدنوس اللي غادي ناخذ القياس اللي حنا محتاجين. تخلي شويه الزيت ونخليهم شويه باش ملي يطيب ديروهم الفوق باش كتعطيو واحد المنظر. وهاد الشحال حنا طبعا غنديروه في الطاجين. تكثرش من الحامض شو انا الرينغ لايت فين دايره باش تعطيني انت. عندنا غنديرو حنا في الطاجين لان رمضان راكم عارفين قلنا نبدلو شويه داك المقله وداكشي، واخا الطاجين ما عجبنيش حنا داك النوع واحد اللعيبات زوينين ساعه شويه ماما نجمع غتلقى ناقصين الثمن المارشي حدانا. الحامض بصير هنا دايرين شي حاجه، جوج مطيشات محكوكين ثلاثه، جوج مطيشات محيدين المزرعه محكوكين مع شويه ديال الثومه، وغادي تشربي لهم دابا ولا باقي عليهم بحال؟ لا تخليو دابا غنشربو. غنخليو هذا الشيء كامل هنا نشرمو على المخ ونخليوها مرقده فيه حتى يخربطو. انا هو كياخد بزاف الماء، كياخد بزاف الماء، كياخد بزاف الوقت. انا عطشانه نزع. لا لا ما عطشانهش. هاد شويه الماء بحال كتحركي فيه ديك القامه. والله هنا راه كتحركوا هذيك القامه باش تدخل شويه الحل باش يحيد لي ديك الزفوريه. غير مقيطه هو ديجا غسلناه في الماء والخل، هذا راه ديال الغنمي ياك. بكري لي بكري خصو يتسلق حيت كيكون كبير على هنا. هنا ثلاثة المخاخ ياك؟ ثلاثة بعد ما تغسلو تحيد لهم دوك العريقات، دوك العريقات راه سبحان الله بحال شي شبكة كتكون. ديري واحد بواحد خليه ديك اللي قايمه نخليوه فيه، غنخليوه ونغطيوه بالفيلم اليمونتيغ ويبقى حتى يقرب العرك. انا عارفين وكلا غير كيطيب حتى يقرب الفطور عاد نديرو ونكمل معكم باقي المراحل ديالو. وغندوزو نصوبو وصوبوكو دابا باش نوريكم ديك الطريقه ديال اللي كنديرو ليه حنا. غنديرو نفس الطريقه اللي درنا مع كل مره. دابا ملي نقرب الوقت غديري فوق ديك الميطيشه يطيب، الميطيشه تشحرف شويه نقدروا ننزلوها شويه، نقدروا ننزلوها شويه غادي نديرو حيت غادي ديري وتخليه. فوالا هنا البنات هدا راه حطينا الحامض لي مصير هكا، وغنغطيو دابا ونخليه حتى نبغيو نطيبوه وغنكمل معكم باقي المراحل. طبعا البنات كما قلت لكم هذا راه ممكن اللي بغى يزيد الزيتون فاش يبغي يطيبو يدير الزيتون، اللي بغى يدير شي حاجه اخرى بحال كاين اللي كيديرو مع البيض، حنا كنديرو ديما هكذا وصافي. هنايا هو الاسبوكو اولا اللحم ديال الموز موزه، المهم هو الملج ديالنا في المغرب. الدول العربيه بقا كيقولوا الموزه كيكون مدور فيه هاد العظمه الوسط، ديك المره كل مره كنشرحها لكم. حنا غنديروا ليه التتبيله، عندنا ملح، عندنا زنجبيل، سكينجبير، قزبر بودره، شويه كركم، وشويه توابل سر على راس الحانوت. هنايا عندنا شويه البزار والثومه محكوكه هكا، وملحه طبعا راه قلتها وقالة. اول حاجه كنخلطوا هاد التوابل كاملين وكنبداو نمرمدو فيهم هاد اللحم وحده بوحده. اللحم ضروري تغسلوه وتخليوه يتقطر يهبط الماء اللي فيه بحال الكوتليت بحال. ها هنايا البنات كيف كتشوفوا حركوا هذيك القامه بحال هكذا. حاجه اخرى البنات هنا داك المره درناه مباشره كتمرمديها كتحط لوحيها في الكوكوط كتكوني دايره فيه الزيت كتقلاها. حنا غنديروها دابا لان باقي الحال يلا الخمسه غنمرمدوها في هاد القامه ونغطيوها حتى هي بالفيلم اليمونتيغ وتا يقرب الفطور عاد غادي نكملوا معكم بلا لو طون. نكونوا كملنا ونوجدوا ليه البصله ونوجدوا ليه الشامبينيون اللي غادي نقطعو. وها نتوما كيف كتشوفوا قال القامه اللي درت قليله على فوالا كتمشيو بالطريقة البنات. صافي بقات آخر وحدة، حنا دايرين ربعة كل واحد دير. حيت هو كيتحرك بحال هكدا كتحطي كل واحد قد
طعمو ديالها. هو كيترافق اما مع سبق لي قلتها لكم حنا اغلبيه مع شامبينيون ومع البصله كيف غتشوفوا معنا. كاين اللي كيديروا مع البصله ومطيشه وكيحطوا مع روز مع قمح مع شي حاجه مع ليبات، المهم كتحرفقيه مع شي حاجه بحال هكا حيت هو كيتكال هو الاساسي ومع هذيك الصلصه اللي كتكون فيه، وكديري معاه شويه ديال الشامبينيون ديال المطيشه والبصله. بس شنو راه هانتوما البنات كيف شفتوا دابا هانتوما كله تدهن مزيان بعد التتبيله، ما درنا فيش الزيت ما والو باش تشد فيه القامه. الا درتو الزيت ولا الماء ما غاديش تدخل لكم القامه في اللحم، ما غتشربش مزيان هذيك القامه وما غتشدش فيه. فديما ديروا غير هكا بالناشف حتى من بعد. عاده كما قلت لكم كديروهم مباشره كتقليوهم في الزيت يتشحروا مزيان في الزيت عاد كتسدوا تحيدوهم يا ربي. عاد كنقليو الشامبينيون بالبصله هادشي غتشوفوا معايا من بعد. حنا دابا غنغطيوه بالفيلم اليمونطي ونخليوه يرتاح بالله يقرب الوقت ديال الفطور، لانه دغيا كيعتبر الملج ماشي ياخذش الوقت وصافي. كتموت ديال الشد صافان ديال رمضان صيف فستا حاجه بحال هكا معرفتش كيجاو لي كيجاكم ريال صافي. انا كيفوت 5 ايام 6 ايام في رمضان كنبدا الصح الحمد لله. يلا خليكم معايا بنات كرواسه ها هي خمرات. حيت كرواسه كنت حاطاها في الفران معنا نسيت جوج اونص عاد جبتها من الفريكو. شوفوا ها هي ضعف الحجم ديالها ومازال غنخليها تيقرب الفطور عاد نرجعها عاوتاني للفران. كل ما كيطلع الفوليوم ديالها ديفلوب اكثر كل ما هانتوما شفتوا داك الحاجه راه فين كيبان لكم داك الشيء. غير هو الصراحه هاد المره انا حيت ناقص من الزبده على الكونتيتي العاديه اللي خاصني ندير مي راه الفيوتاج كيبان مي صافا كتجي مزيان احسن من تجي مدمه بزاف. هنا ها هي غنخشيها مازال نخليها الفران طافي ماشي سخون غير حيت اليوم كاين الحراره. واخا خرجت مع جوج ونص داك المره خرجتها في الليل وخليتها في الثلاجه عاد الصباح جبتها اليوم لا اليوم جوج ونص عاد خرجتها. وها هي كيف كتشوفوا غاده كتخمر وصافي تيقرب الفطور. وغنوريكم مازال الشكل ديالها وندهنوها بيضه كامله مع شويه الملحه كاين اللي كيدير الحليب وندخلها الطيب. البيتزات هما واجدين غادي نقطع عليهم غير شويه موتزاريلا ونديرهم. انا ما درتش فيهم لا طون لا والو كنديرهم غير بالخضره لان ملي كنكونوا دايرين ماكله ولا شي حاجه اساسيه اللي مدايره. هادو حيت جابتهم ماما قلت لها نعمر منهم شي ربعه نشوفهم كي دايرين. درتهم بالقرعه هكا صوت كيما درت معكم داك المره في الفلو وزيتهم بالزيتون وغندير موتزاريلا وصافي. الوغ دابا البنات كيفاش شفتو خلينا داكشي مرقد دابا غندوز نصاوب معكم شامبينيون. شامبينيون يفضل الا قديتو تغسلوه فيت في غسلوه هو فخاجيل ما كيحتاجش تغسلوه ما كيحتاجش تغسلي الماء. غنتحسعف معاه الا لقيتو نقي غادي غير نمسحو هكا بمنديل في ممكن شويه ديال الخل وغندوز نقطعو معكم وندوز باش نوريكم تتمه ديال المراحل. والفطور الكرواسه راهي كتخمر بيتزا صيبتها كلشي واجد وصافي. نبدا ندريس في الطبله ندريس ديال الدريساج ديال الطبله زعما باش يلا ملي نبداو نطيبو اللحم وداك الشيء ما يدع. شوفوا انا رينغ لايت فين دايراها تما ان الاضاءه ما عندناش. يلا قلنا غنزيدو الضوا ولا شي حاجه في الكوزينه لي سبوت هكا وما عرفتش. يلا خليكم معنا بوب البنات. بالنسبه للشامبينيون هانتوما كتحاولوا تحيدوا لي غير هاد البلاصه هادي باش تخليو الساق مربوط بهاد البلاصه طبعا غير بمنديل مسحوه. انا داخله عندكم هكذا وعاد ندوزو نوريكم كيفاش تقطعوه. صباح سبق لي سبق لي وليتكم شحال مره كيفاش تقطعوه غير باش نحتفظ على الساق باش ما نضيعوش كامل. انا ملي تيكون بحال هكا كضطر انا كيتحيدي الصوغ غنحيد غير هاد البلاصه هادي وغندوز نقطعو هكذا بشكل طولي باش يبقى محافظ على الساق ديالو وصافي. كيف كتشوفوا معايا غنقطعو بهذا الشكل هذا راه سبق لي وريتكم كيفاش تقطعوه بشكل طولي باش تحافظوا على الساق ديالو وصافي. يلا غنستمر معكم في الفيديو شرح نفسه. كيف كتشوفو درنا الزيت بين شويه زيت زيتون وشويه زيت العاديه وغنجيو نبداو نغطي فيها داك اللحم اللي تحلى. وانا هنايا غنجي نحط واحد واحد لان هادو كبار كوكوط صغيره نخليه شنو هي غير
تربع على جوج. فوالا بنات كيف ما شفتوا معايا كنبقى كل ما كنحط وحده نحاول نهزها باش نحط الاخرى حيت فوقت هذه وحتى ما عرفتيش منها بالقياس ورشوا الحمد لله جاتي ما عرفتيش اخر وحده نخليه يتقلى واحد شويه في الزيت عاد نكمل معاكم شنو غندير. هنا كيف كتشوفوا الطاجين ها هو غنشعلنا على المطيشه باش تشحر شويه توقف عاد نضيف لها هذا المخ بلا يكون وصل الوقت. شنو هو فوالا هنا البنات بعد ما كيتقلى عندنا اللحم مزيان مزيان كنحيدو. هنايا غادي نزولو في التبصيل وندير الشامبينيون يتقلى حتى هو وغنحيد الشامبينيون حيت الا جيت نديرو بحال الطريقه ديال داك المره اللي كنت وريتكم انه نقلي البصله عاد نخلي الشامبينيون ونرجع اللحم ونسد عليهم بثلاثه. الشامبينيون كيهرب بزاف وخاصو يبقى محافظ على الشكل ديالو. انا غنسبق هاد المره غندير العكس غنسبق نصوطي شويه الشامبينيون في هاد الصلصه وغن غير يتسهد نحيدو وغندير البصله ونرجع اللحم نسد عليهم نروي بكاس الماء ونسد عليهم ومن بعد نعاود نحيد هذاك نحل عليه نقلب اللحم واش طاب. الا كان طاب غنعاود نسد عليه واحد دقيقه اخرى مع داك الشامبينيون نعاود نزيدو في الاخر يعني تنبغي نحط عاد ندير على داك الشامبينيون باش يبقى حافظ على الشكل ديالو. ردوا البال في هذه المرحله هذه حركوه غير بشويه باش ما يتكسرش لانه هو فخاجيل بزاف فباش يبقى محافظ على الشكل ديالو. فوالا البنات هنا هذاك الشامبينيون عندي تشحر صافي غنحيدو وغنرجع اللحم غنرجع بليتو البصله ندوزها حتى هي شويه في ديك لاصوص وغنزيد لها شويه المعدنوس وربي وغنزيد من الاخر كاس اللي بقى عندي ديال الماء كاس ونص ديال الماء. انا راه شللت فيه ديك القيقامه اللي كانت عندي اللي درنا في اللحم بقات في التبصيل داكشي شايب لكم اللون ديالها هكاك صافي. وغنرجع اللحم نسد عليه واحد 20 حتى 30 دقيقه نحلو نقلب اللحم ونرجع نضيف عليه الشامبينيون نرجع نسد الكوكوط مره اخرى واحد 10 دقائق اخرى وصافي نطفي عليه ونحطوه غيكون الفطور هو هذاك. نتمنى الفيديو يكون شرح نفسه. راه غنوريكم بانني حيدت اللحم بوحديتو حيدت الشامبينيون بوحديتو ودرت البصله غنرجع اللحم والشامبينيون غنخليه هو الاخير. كنتمنى تفهموا شنو بغيت ندير لان الشامبينيون خاصو يبقى متكاسك وشاد راسو. هنا غنضيف شويه المعدنوس على ديك البصله ونرجع اللحم نرجع كاس ونص ديال الماء لا ديجا شللتو في داك التباصيل باش نهبط ديك المراق كله وصافي غنسد عليهم بين 20 حتى 30 دقيقه. اللحم راه كيكون هذا المجفتي فعندنا ميزاننا نقلبوه من بعد ما دوز 30 دقيقه اولا ساعه كاع هكاك لا ربع على حسب نتوما النوع ديال اللحم كيفاش داير عندكم. وصافي راه الفيديو شرح نفسه كلشي غيعرف كيفاش كيطيب اللحم المهم هو الفكره. اللحم راه كيبقى عندكم ميزانكم كتقلبوه بسكين واش طري طاب باقي شاد كترجعي تسدي عليه. الطاجين ها هو غنشعلنا على المطيشه باش تشحر شويه توقف عاد نضيف لها هذا المخ بلا يكون وصل الوقت. شنو هو فوالا البنات هنا بعد ما كتشحر عندي ديك مطيشه هي وديك الثومه صافي غادي نجي نضيف لها داك المخيخ اللي خليناه في ديك التتبيله وغنضيف ديك الحويمه المصير كيضيفوا اللي بغيتي تضيفي شويه زيتون ما بغيتيش ممكن ديري عليه البيض كل واحد كيبقى ليه اختيار يديرو بالطريقه اللي كيبغي حنا كنديروه بحال هكدايا. صافي غنغطي عليه ونخليه حتى يطيب ويبقى في مزيان وعاد غادي ندوز باش نكمل معكم اخر حاجه اللي هي كرواسه. طبعا هنا بعد ما كتكون خمرات عندي مزيان راني شعلت الفرن مزيان حتى يسخن على 200 اولا اكثر ومن بعد منين دخل الكرواسه نهبطها ل 180 درجه
طبعا كرواسه ضروري ديفلوبا وترتفع الحجم ديالها كيف كتشوفوا معايا، انا وريتها لكم قبل. ودابا صافي غندخلها وندخل هذوك البيتزا، ممنوع منعا كليا تحلوا عليها الفران حتى تدوز 20 دقيقه عاد تحلي عليها الفران تشوفيها واش صافي طيبه واش محمره مزيان اولا لا. اوكي، وهنا صافي غادي ندخلها الفران وندوز نصايب معكم واحد العصير بالبنان وبالتمر وبالزنجبيل، كيجي صحي وغزال وبارد. المهم راه درت الحليب والبنان والزنجبيل والتمر. صافي هنا بدات دخلت كروسه طيب وغندير العصير يتطحن، وفي نفس الوقت غنقطع الموتزاريلا باش نديرها فوق البيتزا باش اون فوا نخرج الكرواسه ندخلها هي تسهد من الفوق وتذوب داك الموتزاريلا وصافي. طبعا التريكو ممنوع، تلبسي تريكو بيضة تبان لكم بدلت حوايجي، مديوش عليا كنبدل شي في مره في الكوزينه ضروري. وصافي هنا حلينا على اللحم، ها هو راه قلبناه لقيناه طاب. صافي غنرجع ليه داك الشامبينيون اللي خلينا بوحديته وغنعاودو نسدو عليه واحد 10 دقائق باش يدبل داك الشامبينيون ويكمل في الطياب، ونوريكم باقي المراحل اولا باقي صور في طبق تقديم والمائدة ديال الافطار ديالنا. وصحة فطوركم ورمضان مبارك والله يتقبل منكم ومننا جميعا، وهادشي اللي كاين معنا في اليوم. خليكم مع باقي الفيديو. باي بنات، حنا الطاجين ديال المخ دابا غنعرب عليه باش يبقى هكا يشرب ديك السوائل ديالو وصافي راه طيب، وينشف شويه يوقف وصافي راه طاب. باي البنات شوفوا معايا كرواسه شحال غزاله وتبارك الله ما شاء الله عليه. البنات هنا كرواسه هانتوما شفتوها دغيا طابت، كتاخد 20 دقيقه تقريبا عاد تحلي طلعيها الفوق باش تحمر مزيان وصافي غنحطها في طبق التقديم ونوريكم المائده والفطور ديالنا. باش غير هذاك جبتو غير واحد، شنو نزيد وحده؟ زيد هذيك راه حتى ثالث. واحد عليكم، انا ما كناكلوش. هاني ديما دار لنا فضيحه، عطيتك ثلاث وهذا حيت ممنوع لها دابا العظومه بتاتا. اخر مره كانت مرضات ومشات الطبيب كنا كيسحب لنا غير وحليها شي عظمه ولا هكا. هنا بلاتي غنقول لكم اللحم كيفاش كيكون فتي. المهم رطب، انت كتجري وكتجرى معاك، جربوا الطريقه كتجي غزاله. هذا هو روتيني ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم. تهلاو في راسكم، نشوفكم في فيديو جاي. باي باي، لاف يو اول.